خلينا نقول في حال تطور صحافة الروبوت عندنا في الوطن العربي، برأيك كيف ممكن يساعد هذا الشيء على نمو الحس الصحفي والموهبة عند الشباب والشابات؟ أول شيء خلينا نقول أنه الصحفيين ما حيصيروا، يعني هو المنتشر عنهم عالميا يعني أنه صحفي كسول ما يحب يتعلم أشياء كثيرة. وخلينا نقول أنه أول شيء بيصيروا صديقين للتكنولوجيا، يعني مثلا خلينا نقول مثلا لما أتكلم مع صحفي مختص بصحافة البيانات مختلف عن لما أتكلم مع صحفي تقليدي ما يعرف يعني إيش تحليل البيانات. أنا مش يعني بنتقد الصحفي التقليدي، لا، أنا ودي أهزه إنه هذا زمن التكنولوجيا، لازم يروحوا ياخذوا دورات، لازم يفهموا يعني إيش صحافة البيانات. لكن على نفس المستوى كمان صناع القرار ورؤساء التحرير في الصحف لازم كمان ينفتحوا تجاه هذا العالم. يعني الدولة عندنا بنية تحتية قوية، في اهتمام قوي بالتحول الرقمي. السؤال المهم، هل تحولت الصحف عندنا تحول رقمي جيد؟ خلي السؤال مفتوح. حلو، ما في جواب. السؤال مفتوح لأنه حضرتك شفنا لك بعض الآراء قديما حول أنه لا يمكن تحويل الصحافة الورقية إلى، أعتذر، يمكن تحويل الصحافة الورقية إلى الإلكترونية. طبعا كنت من أكثر الداعمين لهذه الفكرة، فاليوم إحنا نبقى نتكلم أنه في السعودية إن شاء الله، المملكة العربية السعودية من أكثر الشعوب اللي بتهتم في الذكاء الاصطناعي، فحابين نعرف هل ممكن يتطور هذا الشيء في المملكة، خصوصا أنه في أحد المؤتمرات موجودة في الرياض قريبا. صحيح، وإحنا عندنا أصلا هيئة خاصة بالبيانات وبالذكاء الاصطناعي. إحنا ما عندنا مشكلة كدولة في البنية التحتية بالنسبة للبيانات، إحنا عندنا مشكلة في تأخر الصحف عن هذا الموضوع. ما أعرف، يمكن مش مدركين الأهمية. أنا كان عندي صحيفة سابقة واستخدمت هذا النوع من الصحافة، الحقيقة مش سهل لأنك كأنك تبدين من جديد، بس هذا ما يعني أنه ما لازم نبدأ بالخطوة الأولى. كل ثقة بأنه رؤساء التحرير يعني منفتحين تجاه التحول الرقمي، يحتاجوا فقط يمكن مبادرات، يمكن يحتاجوا أنهم يكون أكثر التصاق بعلماء البيانات عندنا أو مختصين في الذكاء الاصطناعي، يتشاوروا معاهم ويشوفوا إيش الإمكانيات. أعتقد يمكن هذه الخطوة الأولى، ودائما إحنا متفائلين وإحنا دولة منفتحة ومتطورة، فما عندنا إشكالية تجاه التطور أو التكنولوجيا. يعني بعكس مثلا بعض الدول يكون مثلا الإنترنت ضعيف أو الشبكة نفسها يعني مش قوية، لا الحمد لله يعني احنا عندنا البنية التحتية قوية، فنحتاج بس يعني انتفاضة صحفية ان شاء الله. ان شاء الله. طبعا اعتقد لو طبق الروبوت في مجال الصحافة في احد الصحف حيشوف التجربة حتكون مختلفة اكيد، وكل الصحفيين أنا أتمنى ما يقلقوا من هذه الفكرة لأنه قد تكون جديدة، لكن أكيد حتساعد الصحفي في أنه يلاقي بيانات، يلاقي أشياء بتساعده. قلتي نقطة مهمة، قلتي إحنا ما نقدر يعني نستغنى عن الحس الصحفي، هذه نقطة مهمة. لازم يعرف الصحفي أنه مش حيلغي دور الريبوت، لكن هو لازم يكون مع المبرمج عشان زي ما قلتي الحس الصحفي. يعني أنا ما أقدر مثلا أعمل تقرير، مثلا خلينا نقول حنعمل تقرير عن مثلا ارتفاع نسب الطلاق مثلا في السعودية، مثلا ما أقدر أنا يعني كمبرمج أفهم كيف أكون القصة الصحفية. لكن تخيلي لو أنه المبرمج ومعه في غرفة الأخبار صحفي، إذن الصحفي هو اللي يعرف يطلع القصة الصحفية المميزة، لكن المبرمج هو اللي حيسرع في هذه العملية. يعني بدلاً ما يبحث الصحفي مثلاً أسبوعين على الموضوع، ممكن ثلاث دقائق زي ما شفنا. أي طبعا، ما هو المبرمج حيسرع بهذه العملية. يعني لما كنت أشتغل أنا بصحافة البيانات وصحافة الذكاء الاصطناعي، كنا مثلا في خلال مثلا نقول يوم واحد نقدر نعمل مسح
على بيانات الموضوعات اللي احنا نحتاجها. وكمان الحلو انه هذول المبرمجين لما يكون مثلا في نفس غرفة الاخبار مطور مواقع، مطور الموقع نفسه يعلمك اسرار نشر القصة الصحفية حقتك. احنا زمان كنا ننشر على ورق، الان احنا كصحفيين ننشر على ايش؟ على مواقع. اذا لازم نكون اصدقاء لمطوري المواقع، للمبرمجين، لعلماء البيانات، لمختصي الذكاء الاصطناعي، حتى ناخذ اجمل ما عندهم ونقدر نطور المهنه.